إن من أعظم أسباب ستر الله تعالى على عبده مجاهدة النفس على الإخلاص، فمن أخلص لله تعالى في أقواله وأعماله ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن أراد بعمله السمعة وثناء الناس عليه سخط الله عليه وأطلع الناس على فساد قلبه. وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. ومن أسباب ستر الله للعبد التحلي بخلق الستر على العباد، فالجزاء من جنس العمل، فمن كان حريصاً على ستر إخوانه فإن الله تعالى يستره في موقف هو أشد ما يكون احتياجاً إلى ستر الله وعفوه. ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة. ويتأكد ذلك مع انتشار وسائل التواصل الحديثة التي أفشى فيها بعض الناس الخصوصيات، وتتبع العورات، وتعدى على الحقوق والحريات خاصة في حق الضعفاء والصغار. فلا يحق لأحد هتك سترهم واستغلال جهلهم وقلة معرفتهم بما يضرهم في مستقبلهم، فمن كشف عورة أخيه كشف الله عورته، كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته. ففي سنن الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. وفي سنن أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. ولنعلم إخوة الإيمان أن من اشتهر بالفساد والشرور وعرف بالأذى والفجور، ومن تعدى ضرره من أصحاب الأفكار الضالة، ومن يهدد الأمن، ومن يهدد الأمن والاستقرار في البلاد، فلا يسكت عنهم ولا يستر عليهم، بل يجب تبليغ المسؤولين عنهم وتحذير الناس منهم صيانة للدماء والأعراض وأمن البلاد والعباد. ومن تستر عليهم كان شريكاً في إجرامهم وإفسادهم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من آوى محدثاً، لعن الله من آوى محدثاً، يعني الطرد من رحمة الله تعالى لكل من ستر جانياً وأجاره وحال بينه وبين أن يقتص منه.